السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أحد الجهنميات اللي أنا شغال عليها كمشروع بونزاي، صار لي فترة ما اشتغلت عليها، ومثل ما أنتم شايفين صار فيها نمو قوي جدا ما شاء الله في هذه الفترة. هذه طبعا مع دخول موسم الخريف ما شاء الله انتعشت، تحتاج شغل تنظيف. ولكن اللي أكثر شيء يعجبني في هذه الأشياء اللي هي أن كان هذه الغصن وهذه ميت، خشب ميت، فنبت هني غصن جديد وبديت أشتغل عليه أنه أشكله. ولو أنه يعني في البونزاي النبتة اللي تكون مفترقة بهذا الشكل يكون بشكل غير مرغوب فيه، ولكن أنا شخصيا عجبني الخشب الميت اللي فيها، فحاب أحتفظ فيه وأخليه ونشكل هذه كالغصن الحي الجديد. شنو الستايل أو الشكل اللي راح تاخذه؟ لحد حين ما وضح التصور عندي بالنسبة لهذه الأشيرة، ولكن فيها بدايات حلوة قاعدة تصير. فراح نبتدي أول شيء أن نقلم النمو القوي وبعدين ندخل ونشوف الشغل بالتفصيل. فعندي هذه الغصن، ولو أني قاعد أزيل الورد أدري في البعض راح يزعل من هالموضوع. الحين راح ندخل شوي أكثر بشكل مقرب وراح نشتغل على النبتة. من أول الأشياء اللي راح أسويها أني راح أزيل أغصان الورد القديم أو الورد اللي مات هذه، لأن مع الشغل شوي تشمخ، يعني ساعات يصعب دخول لأشياء بسببها يعني، وهي أصلا ميتة يعني، كلها أغصان ميتة مفروض أن نزيلها يعني. اللي راح اسويه اني مجرد راح ابتدي اشتغل انظف اول شيء هذه القطع الميتة الجهنمية، فيها هذه الطبع ان لما نقطعها طرف الغصن يموت، فلازم نزيله بعد ما يموت ويجف على اساس ما يكون الشكل بهذه الطريقة، يكون كأنه يعني انسيابي ويا الغصن نفسه. هني عندي هذه بعد فيها شوكة، لا اقدر انكسر الغصن، اتمنى انه ما يموت الغصن. هني اقدر ارجع ورا اكثر، فراح ازيل هذه الشوك، مجرد راح ازيل اطرافه على اساس ما يضايق النمو. اعتقد اني راح ازيل كل الاوراق على اساس اقدر اشوف الشغل اللي احتاج اسويه، لان بوجود الاوراق شوي الشغل صعب. مسألة ان احنا نزيل كل الاوراق على اساس نشوف هيكل الشجرة ما نسويها الا مع شجرة صحتها قوية، لان راح يضعف من الشجرة بشكل كثير، ولو كانت الشجرة ضعيفة وقلمنا كل الاوراق ممكن نخسر الشجرة بنفسها تموت. فهذه ما نسويها الا مع الاشجار اللي صحتها قوية. اترك جزء من الورقة على اساس النبتة تقدر ترجع وأعرف وين الأوراق اللي شلتها. صارت عندي الشجرة شكلها واضح. الحين اتضح عندي إن لاحظوا كيف هذه الغصن قاعد يرجع إلى الداخل، فراح أزيله وإن شاء الله راح هذه البرعم، لأنه كان في ورقة يتحفز إنه ينمو بهذه الاتجاه. هذه ممكن أرجع إلى هني على أساس هذه النمو يبتدي ينشط، هذه ممكن أرجع إلى هني، هذه أيضا ممكن نرد إلى هني. هذه راح أزيله بهذه الشكل، هنجرب نشوف بهذه الطريقة. هني عندي كثافة أغصان بشكل معجبني، يعني عندي غصنين من نفس المكان لازم أزيل واحد، والسبب أن أنا أزيله لأن لو تركته هني هذه المنطقة راح تصير سميكة وراح تصير في نوع كأنها كرة، يعني راح تشوه الشجرة نوعا ما. راح أدخل الحين شوي أحاول أنظف هذه، راح أزيله
أساس شوي الجرح يلتئم بشكل أنظف. في بعض هذه الأغصان الميتة اللي قطعناها من قبل، هذه ميت، فراح أحاول أزيل أكبر كمية منه. مثل ما أنتم شايفين عندي 1 2 3 4 كلهم طالعين من مكان واحد، فهذه شوي مشكلة بالنسبة لي. هذه يعني في حركة ولكن طويل، هذه اللي رايح على الأسفل ما نبغي، فراح أزيله كليا بهذا الشكل. هذه ما أعرف، أتوقع ذي هو الأحسن، فهذه أكيد ما أبغي، راح أزيله. لأن لو نشوف خط الغصن بهذه الطريقة يمشي ويرجع بهذه الطريقة أحسن من لو بهذه الطريقة، يعني لو مثلا بالنسبة لكم بهذه الطريقة بدال ما يكون بهذه الطريقة، تراوالي أحسن أن نحتفظ بذي. فراح أزيل ذي كليا هذا الشكل، راح احاول ان اخلي القاط بهذا الشكل على اساس يلتئم ويا الغصن نفسه. هذه اللي في الاسفل الميت راح ازيله بهذا الشكل. وفي عندي براعم قاعده تنشط هني، يعني في براعم قاعده تنشط مع هذا الوقت. لاحظت شيء وانا انظف الخشب، ان هذه الغصن معترض ذي الغصن الخلفي. فاذا قلنا هذه واجهه للشارع، هذه غصن جاي في اتجاه المشاهد، وهذه شيء زين، ولكن هذه معترض الغصن الخلفي، فاحنا نبي نملأ هذه المساحه في المستقبل، فما ابغي هذه يعترض ذي الخط او المسار، فاتوقع اني راح ازيله. احس احسن لو ازيله. أدري البعض قاعد يشوف الفيديو ويقول ما تم شيء في النبتة أو في الشيارة، ولكن صدقوني النبتة راح مع الوقت تتحسن ويصير شكلها أحسن سنة بعد سنة إن شاء الله. فأتوقع هذه الشغل اللي راح أسويه على الشيارة اليوم، راح أرجعها على الراف، راح أغذيها، راح نخليها ترد تستمر في النمو، ونشوف إن شاء الله شيء تطور فيها ونتابع تطورها إن شاء الله. فأتمنى أن عجبكم هذه الفيديو اللي شغل على الجهنمية، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.